باذن الله لو تم يبقى هو ده الانجاز اللي من اجله بيشتغل المنتخب الاولمبي، ان احنا نبقى موجودين في الاولمبيات ان شاء الله بالبرازيل. لكن على الجانب الاخر يمكن انا قدمت البرنامج لاتحاد الكوره ل 2014 على اساس كل مرحله بقيمها بذاتها واشوف ايه متطلبات المرحله واشوف ايه اللي انا ممكن اعمله، وارتباطي بالمنتخب الاول، لان المنتخب الاول زي ما انا بقول هيستعين بكم برضو من لاعبي المنتخب الاولمبي، ويمكن يعني من سوء الحظ، انا مش عاوز اقول من سوء الحظ، ويمكن من حظ الكره المصريه ان هي بتكون جيل جديد، لكن من سوء حظ المنتخب الاولمبي طبعا ان هو بيكون منتخب وقوام للمنتخب الاول الجديد، هيبقى فيه استعانه بافراد وكم اعتقد ليس بالقليل من لاعبي المنتخب الاولمبي. يعني كابتن حسام، هل تم اختيار هؤلاء اللاعبين بناء او من خلال متابعه من الجهاز الفني لمنتخبنا الاولمبي، ولا من خلال ترشيحات الاجهزه الفنيه لمدربي الدوري الممتاز؟ لا، مش من خلال ترشيحات بس، يعني زي ما انا قلت دول موجودين في قوائم الفرق الممتاز. يعني انت القوائم اللي موجوده في اتحاد الكوره بيبقى فيه اسماء مسجله، بنشوف الاعمار السنيه اللي هي موجوده مع المنتخب الاولمبي، هي دي اللي تم استدعائها. ويعني بديهي جدا ان اي نادي بيسجل لاعب اكيد لاعب مميز، كون ان هو بيحطه في قوائم الفريق الاول وقائمه الفريق الاول اكيد بيبقى لعيب مميز ولعيب واعد، فبناء على كده بيتم استدعائه. في مجموعه اخرى احنا شفناها مع فرقها يعني قبل كده، تابعنا اكثر من مباراه، في ترشيحات من بعض المدربين، كل ده على فترات زي ما انا بقول على فترات.